بالنسبه لنا كاين المعسكر المقبل ان شاء الله في تاريخ ديال الفيفا من 12 نوفمبر ل 20. غادي يكونوا عندنا ان شاء الله واحد السفر لافريقيا مواجهه جوج ديال المنتخبات، وغادي يكون كذلك استدعاء ديال بعض اللاعبين من القسم الوطني الثاني اللي تبعناهم وبان لنا بان عندهم مؤهلات، غنعطيهم فرصه باش نشوفوا شنو ممكن يعطيو، خاصه ان غيكونوا غيابات في هذا التاريخ هذا نظرا للتزامن ديالو مع نهائي ديال كاس العرش وكذلك الخوض المنتخب الاول للمباراه القويه ضد الكاميرون. وبالتالي غتكون عندنا نحافظوا على بعض الركائز ديالنا وغناديو على لاعبين جداد باش نعطيهم فرصه كذلك ان شاء الله.